تصدق وتؤمن بالله في تعرفة جمركية مخفضة. أيوة، طب أنا هقول لك إعلان للقواعد التنفيذية بقى بتاعة التعرفة الجمركية المخفضة علشان إيه؟ عشان يحصل عملية تحفيز للصناعة الوطنية. مش الرئيس دايما يقول يا جماعة عظموا قدرتنا الإنتاجية، وطنوا الصناعة، عندنا تارجت مستهدف تصدير نصل إلى 100 مليار، مصر شغالة في ده بمنتهى القوة. أنا هفكرك بإمبارح التقرير المعلوماتي اللي كان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. خد بالك إحنا في 23-24 أظن كنا 26 مليار دولار صادرات، وصلنا إلى تقريبا 47 مليار دولار صادرات، يعني بزيادة 21 مليار دولار في 8 سنين. يعني إحنا قعدنا عمرنا كله من ساعة ما قلنا يلا يا تصدير وصلنا لحد 26. تخيل إحنا في 8 سنين زودنا ده ب 21، يعني زودنا قد إيه؟ أكتر من 90% زيادة على صادراتنا الأولى في 13-14. تيجي تقول لي أصل بس الاقتصاد المصري وأصل المنظومة مش أصل المنظومة يا راجل. طيب خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بيك يا دكتور. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور بعد اذنك انا هستاذنك وطي التلفزيون على الاخر، دي اشهر جمله بتتقال في التلفزيونات دايما. اشكرك جدا جدا يا دكتور. دكتور كريم، يعني ايه التعرفه الجمركيه المخفضه لتشجيع الصناعه؟ وهتشجع الصناعه ازاي؟ تفرق معانا ازاي في التصنيع المحلي؟ وتفرق معانا الى اي مدى في التصدير بتاعنا؟ يعني طبعا يعني قرار مهم في وقت حساس، يعني ده نقدر عليه تداعيات قرار الجمهوري رقم 218 لسنة 22 واللي وافق عليه مجلس النواب. وإحنا هنا بنتكلم عن خفض ضريبة الوارد على 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. برضو لازم نوضح طبعا أن مستلزمات ومدخلات الإنتاج على السلع والسلع الوسيطة والمواد الخام اللي بتدخل في سواء بشكل جزئي او كلي في انتاج سلع ومنتجات اخرى، دي بتبقى في غايه الاهميه وجزء كبير برضه من هيكل الواردات المصريه. وزي ما حضرتك اشرت وتحدثت ان احنا يعني احنا وفقا لبيانات 2021 يمكن احنا لو نظرنا الى صادرات مصر السلعيه تقريبا 33 مليار دولار اللي هي غير البترولية. وايضا وارداتنا وصلت تقريبا 77 مليار دولار تقريبا. وبالتالي احنا هنا لو نظرنا الى هيكل الواردات هنلاقي ان هيكل الواردات في على سبيل المثال هنجد ان في 47% من هيكل الواردات بتاعتنا سلع وسيطه، هنلاقي ان في 14% سلع استثماريه، 11.5% مواد خام. يعني احنا بنتكلم تقريبا على ان السلع الاستثماريه والمواد الخام والسلع الوسيطه 72% تقريبا من هيكل الواردات. وبالتالي اي تعطيل للواردات هيترتب عليه بشكل او باخر توقف للصناعه المصريه. وان الربكه اللي حدثت في الشهور الاخيره وقرار الاعتماد البنكي والمستندات التحصيل وخلافه وازمه الدولار ده كله اثر بشكل مباشر في حركة الصناعة، لأن في جزء كبير أنا زي ما قلت من وارداتنا هي سلع وسيطة، لا إما سلع وسيطة لا إما مواد خام لا إما سلع استثمارية ضرورية لعملية الصناعة. يمكن كان القرار اللي صدر وهو قرار في غاية الأهمية زي ما قلت، الغرض منه إن هو يعمل إيه؟ يسهل دخول مستلزمات الإنتاج الضرورة للصناعة علشان الصناعة تتحرك مرة ثانية ويبقى في سلع ومنتجات مهمة للسوق المحلي يتم توفيرها، وأيضا نصدر جزء منها علشان ننمي صادراتنا. أيضا أنا زي ما قلت ال 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج مرتبطة بصناعات مهمة زي صناعة الأدوية والمعدات الزراعية وصناعة السياحة والسلع الرأسمالية والسيارات الكهربائية وصناعة حتى الأتوبيسات الكهربائية وخلافه، ودي صناعات مهمة. يمكن برضو كان إحنا كنا بنتكلم عن الأدوات الطبية والأدوات الطبية والمرتبطة بالطب وخلافه. يمكن كان في مثلا أجهزة اللي هيكون عليها تخفيضات، أجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية، وأيضا الأجهزة والمعدات اللي بتستخدم في بحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، دي كلها كانت عليها ضريبة قبل كده 60% انخفضت ل 5%. أيضا أجهزة مستلزمات الغسيل الكلوي
في كل محافظه دلوقتي اصبح في زي مستشفى للغسيل الكلوي ومجمعات خيريه ومستشفيات حكوميه وخلافه، انخفضت ضريبه الوارد على النوع ده من المستلزمات الاجهزه الطبيه، ايضا حتى الادوات اللي بيستخدمها الاخواننا من ذوي الاحتياجات المكفوفين برضو حصل عليها خفض برضو في ضريبتها، يمكن كانت 40% بقى 10%، وبالتالي الرعايه الصحيه ومستلزماتها دي كلها يعني لما انخفض ضريبه الوارد عليها دي هتاثر بشكل او باخر على تخفيف العبء على اهالينا من المرضى وخلافه. ايضا ضريبه الوارد على الالات والمعدات الزراعيه مهمه جدا عشان الفلاح، المحاصيل الزراعيه، الالات والمعدات المرتبطه بالمحاصيل الزراعيه زي مكابس القش والعلف والات وتصنيف وفرز الفواكه والبيض وخلافه، دي كلها انخفضت عليها الضريبه الوارد من 5 لـ 2%. ده طبعا كلها دي بنقول عليها عوامل مهمه لان داخله في صناعات اخرى، صناعات كبيره، صناعات صغيره، ايا كان، ولكن في النهايه هتخفف اعباء على القائمين عليها. وانا زي ما كنت بقول ان السلع الوسيطه والسلع المواد الخام دي بتخش في صناعات اخرى، فتسهيل دخولها دي حاجه مهمه. احنا اكيد سمعنا الاسابيع اللي فاتت عن المصانع بتوقفت وخلافه، وبالتالي القرار ده هيساهم بشكل او باخر مع السرعه مع تسريع تطبيقه ان يعني الحركه تعود مره ثانيه، وان نبتدي نشوف يعني ان بعض الامور اللي حصلت وانفلات الاسعار المفروض ان شاء الله يبتدي يقل بشكل او باخر، لان احنا عارفين ان وانا مره كنت معاك يا استاذ يوسف اتكلمنا على ان المستوردين يمكن مع الازمه ابتدوا يبالغوا في الاسعار اللي بيبيعوا بيها، اظن لما تعود الامور اخرى يعني وتتحسن هنبتدي نشوف تحسن ملحوظ في الاسعار اللي موجوده، خاصه مع الاسراع يعني قرار محافظ البنك المركزي الجديد سهل دخول السلع اللي كانت موجوده ومحتجزه في المواني وخلافه، كل ده هيساهم بشكل او باخر في تحسن الوضع بصفة كبيرة إن شاء الله. هل نقدر يا دكتور كريم يعني نستشرف مدة ما يبدأ السعر فيها في السوق يتزن؟ هو طبعا يعني إحنا لو استشعر المستورد او استشعر التجار ان الامور يعني هترجع سوف تعود مره ثاني لسابق عهدها، هيبتدوا حتى لو مخزنين السلع والمنتجات او بيغلوا في اسعارها هيبتدي يصرف السلع اللي عنده. طبعا يعني انا شايف ان القرار ده النهارده او القرارات اللي كانت صدرت من محافظ البنك المركزي الجديد من قيمه بضعه ايام دي كلها هيساهم بشكل او باخر في تحسن الوضع، بالاضافه طبعا ان الاسواق العالميه ابتدى يكون فيها نوع من انواع ان اسعار الحبوب ابتدت تنخفض ثاني لما شفنا خروج يعني المراكب الروسي والاوكراني بدات تتحرك وتتجه الى موانئ العالم يعني. السفن الاوكرانيه محمله بالحبوب، عايز اقول ان المخازن الاوكرانيه كانت متخزنه فيها مقارب من 50 مليون طن من الحبوب المختلفه سواء قمح او ذره او عباد شمس او حبوب زيتيه او خلافه، وبالتالي هي اوكرانيا عايزه تتخلص من الحبوب اللي عندها دي لان هي محتاجه فلوس. وبالتالي يعني هتبتدي الازمه اللي كانت موجوده هتبتدي يعني تاثيراتها تقل بشكل كبير، يعني على امل ان شاء الله هذا العام خلاص تقريبا على مشارف انتهائه، وان ازمه الحبوب دي هنبتدي نشوف لها حل من العام القادم، يعني تبتدي الدول اللي كانت بتعتمد بشكل او باخر على الحبوب الاوكرانيه هتبتدي تبحث عن اسواق بديله تشتري منها السنوات القادمه والسنه من الاعوام القادمه، لان اكيد هي اوكرانيا مع الظروف اللي بتمر بيها ما فيش انتاج ثاني وفي زراعه ثاني، البنيه التحتيه بتاعتها تهلكت، وبالتالي انا يعني ارى برضو اتصور ان الدول اللي كانت بتنتج حبوب بكميات معينه او عندها القدره وعندها الموارد المائيه والزراعيه هتبتدي تزود انتاجها، وبالتالي يعني اظن ان ممكن تكون يعني العام القادم الدول اخذت احتياطها اكثر من ذلك. طب هل انجلاءات هذه الأزمة أو أزمة الغذاء هدوء نسبي يمكن على الصعيد الدولي، حتى في هدوء نسبي على الصعيد الأوكراني والروسي كمان، زائد القرارات الداخلية اللي تم اتخاذها بالتعاون ما بين الحكومة والبنك المركزي، هل ده من شأنه أنه يعمل أيضا هدوء في أسعار الصرف؟ طبعا يعني كانت فكرة الاعتماد البنكي الاعتمادات البنكيه اللي تم يعني طرح التصور ان هي ممكن تكون تناسب مصر في بدايه عام 2022 دي عملت ازمه كبيره، وبالتالي العوده عنها هي المفروض تعمل نوع من انواع الهدوء في الضغط على العملات المحليه وتقلل برضو. انا شايف يعني ان هو كانت الازمه لما كانت بدات في عن 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 الدولار وحاله من حاله ان الخوف والرعب من ان هو يكون مثلا ان السلع تختفي او ترتفع اسعارها بشكل كبير، ده عمل نوع من انواع برضو التخوف لدى المواطنين، لكن اظن ان يعني مع
تبتدي حركه الاستيراد والتصدير تتحسن، وان ازمه المواد الغذائيه تبتدي تتحسن بشكل او باخر. اظن يعني مع ان تحسن ايرادات مصر من الموارد الدولاريه، احنا زي ما شفنا في تحسن ملحوظ في الصادرات رغم ان انا شايفه غير كافي، ولكن في تحسن في الصادرات، في تحسن في صادرات الغاز اللي بتصدرها مصر. صحيح. يعني يبدو مع قرارات برضو ان السياحه الروسيه سوف تعود، يعني احنا مرتبطين اكثر تقليل الضغط على الدولار بتحسن ايرادات مصر من الموارد الدولاريه بشكل او باخر، لان ده طبعا هيكون ليه انعكاساته الجيده على الاسواق، بالاضافه الى ان قرار التخفيضات الجمركيه هيحسن الصناعه المصريه وهيخلي الصادرات تمت الصنع بيتم تصديرها من مصر برضو بشكل اسهل. ايضا الجانب الاخر المهم ان يمكن كابتن الرئيس اشار الى توطين الصناعه المحليه باستراتيجيه واضحه. احنا يعني دائما بنتكلم عن توطين الصناعه المحليه، ولكن يمكن كان كلام نظري، لكن يمكن استاذ الرئيس وجه ان يكون في استراتيجيه خلال بضع سنوات لازم المكون المحلي يزيد. يعني طبعا احنا عايزين ان في بعض الصناعات اللي احنا بنستورد مكوناتها من الخارج، لو في تلك المكونات فيها جزء ممكن نصنعه محليا فده طبعا يعني يفضل، وده هيكون ليه برضو انعكاسات. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر ليك دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي. طيب خلونا نروح لأمل، حلم، أمنية الناس منتظرها.